بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم جميعا أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامج أحزاب أردنية. هل أجحفت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بحق الأحزاب؟ وما الحكمة من اشتراط تقديم 1000 عضو ثم عقد مؤتمر وجاهي بنصف العدد؟ هل فكرة اندماج الأحزاب هو مطلب تعسفي يتنافى مع مبدأ التعددية السياسية؟ وهل صحيح أن القانون الجديد هو مناورة من أجل إعادة النخب السياسية ذاتها في المواقع التنفيذية عبر الأحزاب؟ هل المناخ السياسي مهيئ لتطوير الحياة الحزبية بالمقارنة مع القوانين السابقة؟ أليست قوانين الانتخابات الحالي هو متطور نسبيا ويلبي الطموح؟ إذن لماذا الاعتراض عليه من البعض؟ للحديث أكثر ولكل ما سبق رحب معي بضيفي في الاستوديو المهندس عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين السابق. مساء الخير يا سيدي، يعطيك العافية، سعداء بوجودك معنا في الاستوديو. هل أجحفت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بحق الأحزاب وأنت أحد الأعضاء أعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؟ سيدي أولا يعني كل الشكر والتقدير يا مرحبا السلام لكم وللمشاهدين، وأنا سامحني دائما أحاول أعرج قبل الإجابة المباشرة على مجموعة من المعطيات التي يجب أن نقف عليها حتى نفوت يكون مدخل إلنا في موضوع الحوار. أولا من حق الناس ترى أن يتساءل نفس التساؤلات التي تفضلت بها الآن. هل هي جادة؟ هل هناك مؤامرة على الأحزاب؟ هل هناك جدية كافية؟ بدنا أحزاب؟ ما بدنا أحزاب؟ بدنا حياة برلمانية؟ ما بدنا حياة برلمانية؟ في ممارسات في وقاع الأرض خلال السنوات الماضية أحيانا تعارض كل ما يقال. بالتالي من حق المواطن المسيس الذي ينتمي إلى حزب أو لا ينتمي إلى حزب من حقه أن يتساءل كل الأسئلة التي تفضلت بها. لكن اللي بدي أقوله اليوم قبل ذلك، هل الإصلاح والوصول إلى حكومات برلمانية وعمادها الأحزاب؟ لأنه المدخل للحكومة البرلمانية لا يمكن يكون إلا من خلال الأحزاب، لأنه الحزب يستطيع أن يقدم برنامج، يستطيع أن يقدم رؤية في تداول سلطة، في مجموعة من الأفكار بالمصلحة، هو حاب أنه مرة ومرتين وثلاثة يشكل حكومة يكون له أغلبية في مجلس النواب. وبالتالي نقول هل الإصلاح اليوم السياسي والحزبي وأن يكون الحياة الحزبية حاضرة وماثلة هل هي مصلحة وطنية؟ ولا إحنا لا والله جاي عبالنا أنه بدنا نعمل أحزاب ولا ما بدنا نعمل أحزاب؟ بجوز خلال 20 أو 25 سنة الماضية كنا نتحدث بهذه اللهجة. أنا قلت لك قبل شوي أنه أنا كنت عضو بأكثر من لجنة الحوار الوطني، كنا الأردن أولا لم أجد جدية كافية خلال الفترات الماضية بترجمة مخرجات هذه اللجان إلى الواقع وعلى أرض الواقع. اليوم هذه اللجنة أنا بعتقد أنه تم ترجمة كثير من مخرجات اللي لم يكن جميعها، يجوز بعض الإضافات. قانون الانتخاب لم تتدخل فيه السلطة التنفيذية، وكما تحدث فيه جلالة الملك تم ترجمته بعد التوافق الذي جرى. هسه المخرج النهائي للجنة أتقاطع معه 100% 90% 80% هي حصيلة التوافق بين كل الناس الموجودين داخل اللجنة. في بعض الناس بيقول اللجنة غير ممثلة وهذا كمان تساؤل مشروع، لكن بالمحصلة هناك لجنة فيها الطيف السياسي تقريبا كان موجودا، بالتالي حصيلة التوافق بجوز يتقاطع مع رؤيتي أنا في موضوع قانون الانتخاب 60% ولا 70%، بالمحصلة هو حالة توافق. قانون الأحزاب أيضا تم التوافق عليه. التعديلات الدستورية جرى عليها بعض الحوارات لكن أخذت شكل من الأشكال أنه الدستور غالبا له خصوصية في موضوع التعديل. أيضا نحكي في موضوع الإصلاح اليوم، هل تستطيع الآلية تشكل فيها الحكومات اليوم هي الآلية المناسبة باختيار حكومات تستطيع أن تواجه حزمة من التحديات، في تحديات سياسية وفي إقليم وفي مشاريع سياسية بموضوع الإقليم، وفي تحديات اقتصادية ضاغطة وإدارية داخل الدولة الأردنية، في بطالة، في فقر، في عجز كبير بالموازنة، في تهميش الأطراف، في بنية تحتية أصبحت متآكلة، في قطاعات يجب النهوض بها بصورة أكبر، تحتاج إلى موازنات وتحتاج إلى إعادة النظر في موضوع الإدارة. وبالتالي أنا بعتقد أنه الآلية التي كانت خلال السنوات الماضية لم تعد صالحة إلا من خلال أن يتحمل الجميع اليوم مسؤوليته. وكيف نتحمل الجميع مسؤوليته وتكون إرادة الشريحة الأوسع من المواطنين حاضرة باتخاذ القرار داخل مجلس النواب أو بالسلطة التنفيذية إلا من خلال إصلاح سياسي عميق وجاد، وأنا بدي أحط شحتين تحت جاد، وهذا يمكن للأحزاب والقوى السياسية اليوم أن تكون هي شريك رئيسي إن لم تكن هي صاحبة القرار في موضوع تشكيل الحكومات حتى تتحمل المسؤولية. لأنه تقدر تكون الأحزاب يعني تشكل حكومات وتكون برلمان حزبي؟
أنا ظني أنه التجربة كان عندنا رحلات حزبية ناضجة بالأردن من العشرينات، وكانت بالخمسينات شكلت حكومة حزبية، وأنا بدي أقول كل تجربة سياسية لها وعليها. صحيح. في ملاحظات وفيها إيجابيات وفيها لا سلبيات. صحيح. ما في حالة عدمية أو تفاؤل مطلق. أنا ظني أنه الشعب الأردني شعب ناضج، والقوى السياسية إلى حد كبير أيضا قوى سياسية ناضجة ولديها تجربة سياسية كبيرة، لكن بدنا نقول أنه فلتعطى هذه القوى الفرصة. يعني لا أستطيع اليوم أن أحكم على تجربة مثلا القائمة الوطنية بانتخابات 2013-2014 مباشرة تم الحكم عليها بالإعدام، يا أخي مش صحيح، لأنه تم كيفية الانتخاب وآلية الانتخاب هي التي، وقضية العتبة وقضية وزن المقعد. يعني أنت بتقول يعني كان القانون الانتخاب القديم ممتاز يعني كويس؟ لا أنا ما أقول هيك، أنا أقول الحالي يمكن أن يكون أفضل منه، خصوصا أنه في حالة تدرج في موضوع تمكين القوى السياسية أن تكون حاضرة وأن تشكل الحكومات. شو الفرق ما بين القائمة الحزبية والقائمة الوطنية؟ لا، القائمة الحزبية، القائمة في ذلك الوقت قائمة وطنية مفتوحة، وبالتالي تسابق الناس لتشكيل قوائم قبل الانتخابات بأسبوعين بشهر زمان، ودخلت الانتخابات دون النظر أن تكون هناك عتبة، ودون النظر أن تكون في كيفية حساب وزن المقاعد، وبالتالي خرجت مقاعد، وزن مقعد من المقاعد كان 50,000 ووزن مقعد 12,000. بالتالي همشت القوى السياسية الكبيرة أو الكتل التي حظيت بقبول بالشارع الانتخابي لحساب قوائم أخرى صغيرة أخذت عدد محدود من الأصوات. اليوم نقول هذه التجربة تجربة مهمة يجب أن ندخلها. أنا أعتقد أنه بالمرحلة الأولى سيكون هناك تداعيات وأثار جانبية، والأمر الطبيعي. هسه بيروق لي أنا في قوى سياسية تشكل حكومة خلال المرحلة القادمة أو لا يروق لي، يجب أن أتحمل التجربة بداياتها حتى يكون هناك نضوج. بمعنى آخر أحاكم القوى السياسية اليوم على أدائها بعد ما تشكل الحكومة، بحاكمها، والذي يحاكمها فقط يجب أن يكون هو الشعب. أجدد الثقة أو لا أجدد الثقة بهذا التيار السياسي أو مجموعة التيارات السياسية. الذي يجب أن يحاسب ويرفع ويمكن هو الشعب فقط. كيف بدنا نصل لهذه المرحلة؟ أنا بعتقد بالدورة الأولى ستواجه عقبات، سنواجه عقبات بعض التدخلات، بعض المؤسسات، بعض القوى التي لا يروق لها أن ينطلق قطار الإصلاح، وبعض العقبات أيضا من القوى السياسية التي بينها أيضا حالة من حالات هشاشة الثقة، وما بين القوى السياسية والسلطة التنفيذية بهشاشة الثقة. نتحمل المرحلة الأولى في آثار جانبية، المرحلة الثانية بعتقد سيكون في انخفاض بهذه الآثار، المرحلة الثالثة أنا بعتقد أن القطار، لكن بعيدا برجع أقول ومقومات الحياة الديمقراطية، أنا بدي دستور مدني متقدم عصري يشكل حالة من حالات تمثيل الإرادة الأردنية للشعب الأردني مجموعه، وبدي قوانين ناظمة للعمل السياسي أيضا يتم التوافق عليها بحيث لا تضغى إرادة الأكثرية على حساب الأقلية، وبنفس الوقت الأقلية ألا تمارس دور الدكتاتورية في موضوع التعطيل. والجانب الثاني حرية، يعني المواطن الحر هو الذي يستطيع اليوم أن يختاره، أن يختار قيادته ويختار القوى السياسية وينتخب بإرادة. هل ستنجح الأحزاب فيما بعد المرحلة الأولى والثانية بأن يكون هناك حكومات حزبية وبرلمان حزبي بعد الحصول على 65% من أعضاء بالانتخابات؟ أنا طبيعتي دائما متفائل، أنا أقول هذه مشروطة، أولا بعدم التدخل، لأنه إحنا نقول قانون ونقول أحزاب ونقول دستور، لكن الأهم من ذلك كله كمان والتي لا تقل أهمية عن النصوص هي موضوع الإجراءات التي تتم على أرض الواقع. بمعنى آخر لا مفهوم ما نهندس الانتخابات ولا نضغط باتجاه ترغيبا أو ترهيبا لتحجيم تيار سياسي معين أو تيار وطني معين أو مجموعة تيارات سياسية، لا ترغيبا ولا ترهيبا، بمعنى أن تكون مؤسسات الدولة جميعا على حالة من حالات الحياد، وأن يقدم الناس طبعا ورفع القيود المطلقة في ملاحقة الأحزاب وملاحقة المنتسبين للأحزاب والتضييق عليهم، وأن تكون فقط الذي ينتخب بانتخاب حر دون تدخل من مؤسسات الدولة المختلفة ولا المؤسسات الإعلامية في موضوع التوجيه، وأن تكون أنا بحكي مؤسسات الإعلام الدولة خاصة بالدولة الرسمية. نعم. أنا عندي قناعة أنه التجربة ستكون ناضجة خلال دورة دورتين، كما تحدث سيكون في آثار لكن سنتغلب عليها في موضوع
يعني نضوج التجربة والتداول خلال فترات يعني. مهندس يعني هل صحيح أن القانون الجديد هو مناورة من أجل إعادة النخب السياسية ذاتها إلى المواقع التنفيذية؟ شوف عبر الأحزاب طبعا من حق يعني الدولة بتحط هذا رئيس حزب مشان تنقله لموقع آخر بالسلطة التنفيذية. من حق أي سلطة تراها أنها تأسس أحزاب يمثل رؤيتها، من حقها من حيث المبدأ، لكن على أن لا تعطى ميزة بخلاف القوى السياسية الأخرى. نعم. بمعنى سواسية. الآن إحنا قاعدين نحكي عن تجارب خلال الفترة الماضية من سنة 2007، وفي تجارب وما قبل 2007 كان في تجارب الدولة وصنعت مجموعة من الأحزاب وأعطتها أفضلية وأعطتها إنه اللي ينتسب للحزب الفلاني ممكن أن يكون وزير وممكن أن يكون صحيح. ولليوم هاي المقولة بالمناسبة لليوم. اليوم أنا أعتقد إنه هذه الحالة يجب أن تنتهي بالدولة الأردنية. لا مسموح لأي نظام سياسي والله يقول لك في يشكل قوة سياسية ولا حزبية معينة، لكن أن تكون مؤسسات الدولة، وأرجع أقول كل مؤسسات الدولة على حالة من حالات الحياد، والمواطن الذي يختار. ترى المواطن الأردني الذي اختار بالعشرينات واختار بالخمسينات وانتخب سنة 1904 و 1906 مجالس البلدية في المحافظات المختلفة، أنا أعتقد عنده قدرة. يعني مش معقول يا أخي أستاذ بسام، مو معقول أنه دول بأفريقيا مع احترامي لهم جميعا أو ببعض دول آسيا اللي فيها فقر وفيها جوع وفيها بطالة وفيها حرمان وكان فيها صراع سياسي مخيف طائفي وعرقي وإثني، اليوم قاعدة تنتقل نقلات نوعية في موضوع الإصلاح، وبرلماناتهم تأخذ دورها الطبيعي بالحياة السياسية. مش معقول أن الشعب الأردني المثقف الواعي اللي عندنا تجربات كبيرة ودولة عمرها أكثر الدولة الحديثة على الأقل ما يزيد عن 100 وكذا سنة، مو معقول أن الشعب مو قادر أن يختار بين الغث والسمين وأن يختار بما يحقق. لكن في تجارب سابقة موضوع للنواب، يعني كمان المواطن عليه حق. إحنا لما يكون في انتخابات مجلس النواب مع كل الإعلام الرسمي والخاص بيقول لك يا عمي انتخب من تراه مناسبا فكرا وعقلا ويكون هو يمثلك بمجلس تحت القبة، لكن إحنا بنروح على قرابتي ونروح على اللي بيدفع لنا مصاري والمال السياسي موجود. تجد أنه يعني تنتج مجلس نواب إلى حد ما بديش أقول لك فاشل لكن غير مرغوب فيه، والثقة ما بين المواطن ومجلس النواب أنا أعتقد صفر. وأنت بتعرف بالحالة الحالية مش بس مع النواب، بالحالة الحالية ما حتى مع السلطة النواب موضوع انتخاب حتى لا بشوف حتى مع السلطة التنفيذية سلطة مفروضة علينا حتى مع القوى السياسية في عدم ثقة، وفي حتى مع القوى النقابية وأنا كنت نقيب لفترات طويلة في أيضا ثقة فيها هشة، وحتى مجلس النواب اليوم الحالة كلها يجب أن تراجع. يا أخي مو كان زمان الناخب يوم ينتخب يقول لك أنتخب الأستاذ بسام بس يكون في تبعة علي إنه أنا انتخبت الأستاذ بسام، وأنتخب فلان لا هذا ما في تبعة يجوز فيه كمان في ميزات أخرى غير منظورة للرأي العام. إحنا نقول اليوم بدنا نفتح، يجب أن تتم بدء صفحة جديدة بالعمل السياسي بالعمل الانتخابي، يجب هذا قلت واحدة من شروط النجاح هو أن تكون كل مؤسسات الدولة على حياد، لا ترغيبا ولا ترهيبا. أنا بدي التيار اليساري إذا اليوم استطاع خلال الفترة القادمة أن يشكل حكومة وأن يحظى بأغلبية برلمانية، لماذا لا يشكل حكومة؟ أنا بعد شوي بدي أحاسبه على الأداء، والشعب هو يقول له استمر دورة ثانية أو لا تستمر، وكذلك التيار القومي والتيار الوطني والتيار الإسلامي. وبدنا ننتقل اليوم أنه يجب أن يتم إنضاج التجربة السياسية الأردنية بصورة فاعلة وبصورة، وأنا قلت بدنا إرادة سياسية. من أين تأتي الإرادة السياسية؟ ناضجة. من أين تأتي؟ شوف أنا خليني أكون صريح وصادق معك، وأنا حكيت كل ما ألمسه بلقاء قبل تشكيل لجنة أيضا أنا التقيت بجلالة الملك وما زلت، وحتى لقاءات الأخيرة كان الرسائل وأرسلها رأس الدولة أنا بعتقد أنها رسائل إيجابية. نعم. السؤال هل التقطتها مؤسسات الدولة كلها بما يجب عليها أن تكون هذه الرسائل؟ أنا بقول لك لا، وأنا بقول لك إلى حد كبير لا. نعم. ولذلك إحنا بنقول يا جماعة الإرادة السياسية من رأس الدولة حاضرة، اليوم كيف بدنا نترجمها مؤسسات الدولة؟ من ينفذ؟ السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية من يترجم هذا التنفيذ؟ بأجهزتها المختلفة السلطة التنفيذية بأجهزتها المختلفة، لكن على أرض الواقع لم ينفذ شيء الآن إلى حد ما. تم إقرار التشريعات، أنا حتى أكون موضوع تم إقرار التشريعات، الآن إحنا أمام تجربة في موضوع الانتخابات وفي موضوع الآلية الانتخاب والعملية الانتخابية من A إلى Z، موضوع مراقبة المال الفاسد والحملات الإعلامية والترغيب والترهيب والتدخلات، هذا كله بدك تحطها أنت
بقارب واحد وكف واحد. يعني ما بستطيع أقول أنا النص، أنا النص بقول أنه نص قانوني ممتاز وجيد ويمكن الحياة السياسية والبرلمانية بالمستقبل أن يكون هذا المدخل الحقيقي، لكن إن لم يرافقها إجراءات صحيحة وعدم وتدخلات من بعض مؤسسات الدولة، أنا أقول لك من الآن التجربة راح تفشل، ونقول لك إحنا للأسف أجهضنا كل المبادرات التي كانت من 20 سنة أو 25 سنة. الفقر والبطالة من أهم الأشياء اللي يواجهها المواطن الأردني اليوم، فقر وبطالة وقلة شغل، وإحنا اليوم نقول المناخ السياسي. هل تعتقد أن الشعب الأردني لحد ما سياسي مشان يكون في نهج سياسي قادم؟ لأنه المواطن بهم أنه يتوظف ويتعين ويأكل خبز، إذا يعني ما راح يروح اتجاهه على الأحزاب مشان يفكر كمان 10 سنوات يروح على وظيفة. بدي أرجع أنا وياك بالذاكرة لل 89. ال 89 أصل المشكلة كان إشكال اقتصادي، مزبوط؟ نعم. ارتفاع الأسعار وانخفاض سعر الصرف، وبدأت الناس ضاقت فيهم الحالة الاقتصادية وخرجوا للشوارع. لكن المعالجات في ذلك الوقت كانت معالجات سياسية. ما قالوا تعالوا كم الفرق في موضوع التضخم وبدنا نزيد الموظفين بكل واحد 200 دينار حتى نحتوي الأزمة التي اندلعت بكل محافظات، تقريبا في معظم محافظات الأردنية. استدعي الحالة السياسية التي كانت غائبة من 20 سنة وأكثر، وإجراء انتخابات وفق قانون، ولم تتدخل المؤسسات، وأفرزنا مجلس نواب. استطاع المجلس في ذلك الوقت، احنا دائما نتغنى فيه، استطاع المجلس في ذلك الوقت أن يتحمل المسؤولية الاقتصادية مع الحكومة، وبالتالي أعدنا بناء والتشبيك. أنه اليوم الحمل ثقيل، هذا بال 89 كان الحمل ثقيل، طيب فما بالك اليوم؟ اليوم الحمل ثقيل جدا 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 وقيس تحتي. احنا بال 89 ما دخلنا اتفاقية وادي عرب، وما كان في مؤامرة على هوية الدولة ونظامها السياسي وحضورها وشكلها كما هي عليه الآن، مزبوط؟ نعم. البطالة لم تكن حاضرة بهذه الأرقام المذهلة. نعم. والفقر. نعم. وللأسف يعني كثير من التداعيات. اليوم الحالة تستدعي أكثر من 89 بأضعاف أضعاف أن يتم الجراحة وليكون المدخل، طبعا أنا بحكي بالتوازي، لكن المدخل الحقيقي هو موضوع مدخل سياسي. وبالتالي المعالجات أنا بعتقد يجب أن تكون معالجات سياسية ابتداء مع عدم إغفال. ونحن نحكي عن حكومة برلمانية تتحمل مسؤولية وتقدم برنامج، البرنامج لن يكون فقط برنامج سياسي، سيكون برنامج اقتصادي وبرنامج إداري وبرنامج اجتماعي، وتضع كل الإشكالات التي تعاني منها القطاعات المختلفة على طاولة البحث، وتبدأ الحكومة صاحبة، لأنه سيحاسبها البرلمان. اليوم الحكومات صحيح نسمع نشوف جلسات في موضوع الرقابة، لكن كلنا ومجلس النواب موجود والحكومة موجودة، نقول ستحصل حكومة على ثقة جديدة. لا، بعد شوية كانت حكومات حزبية، أنا بعتقد ستكون المرحلة. أنا أتمنى ولي أمل إن شاء الله أن نصل لهذه المرحلة. نتمنى ذلك. أستاذ نكبي، نشوف التقرير اللي أعدوه الزملاء من برنامج أحزاب أردنية، وسنعود إليكم بعد التقرير. رأيك في قانون الانتخاب وقانون الأحزاب اللي أقرته اللجنة الملكية؟ حقيقة أنه قانون الأحزاب الذي أقر مؤخرا في الأردن هو يعني قانون عصري يواكب كافة التحديثات العالمية فيما يتعلق بالديمقراطية التي طبعا تمارس في البلدان العريقة عالميا. هذا القانون فيما لو طبق في الأردن وتم إقرار وأحزاب وأيضا وصولها إلى البرلمان وإقرار حكومة حزبية، سوف يسهم إلى حد كبير في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية في الأردن من شماله إلى جنوبه، وطبعا هذا هو مطمح كل أردني غيور على مصلحة وطنه وأمته. الأحزاب السياسية اليوم الرؤى وتنفيذ رؤى جلالة سيدنا أطال الله في عمره هو التوجه للشباب وللأحزاب، أنه ينخرطوا بكافة الشباب بالمجتمع بالأحزاب، وبالتالي تطوير منظومة العمل السياسي. واليوم السياسي برضو هي لابد من أنه تكون مربوطة بالاقتصاد، والاقتصاد مع السياسة. بصراحة مش كويس رح يكون الأحزاب ولا رح يكون إشي مفيد للشعب. ليش؟ ليش؟ أنه ما راح نستفيد منه بأمور الناحية الثانية اللي هي تخفيض الأسعار، والأمور هاي ما راح يمشوا معنا بتخفيض هذا الإشي، أنه الأسعار كل ما لها من أعلى لأعلى.
يعني انت شايف انه الاحزاب الاردنيه ما راح تقدم شيء للمواطن؟ لا ما راح تقدم شيء. احنا المواطن بده انه ينزل الاسعار، تخفض الاسعار، يرجع البنزين زي ما كان، والشغل يعني والرواتب. يعني بدكم تعملوا احزاب، الرواتب مش يعني كموظف على المعيشه هاي ما راح يكفي راتبه. بالنسبه لقانون الاحزاب بصراحه قانون انا بعتبره فاشل، ما في اي ملاحظه انه يكون ناجح بيننا كالشعب الاردني. يعني بصراحه لانه الشعب الاردني ما بيهمه الاحزاب ولا بتهمه هاي الامور، الشعب الاردني بيهمه لقمه العيش اللي هو بنتظرها. احنا عندنا الاقتصاد صار ميت، اقتصاد صار ينزل تحت الصفر بالحقيقه. يعني احزاب بدون انتاج بلا فائده، وهذا اللي صار. احنا احزابنا جربناها قبل مرة هاي وما نجحت بأي شيء، وهاي المرة راح تكون نفس النتيجة. أهلا بكم من جديد مرة ثانية. اسمحوا لي أرحب بالمهندس عبدالهادي الفلاحات، نقيب المهندسين الزراعيين السابقين. مساء الخير مرة ثانية سيدي. يعني نبدأ من حيث انتهى التقرير، بيقول الاقتصاد تحت الصفر وما عاد في ثقة بالأحزاب، المواطن عادي والاقتصاد أولى أولوياتهم. يعني في أسئلة كثيرة صحيح، لكن لفت انتباهي ما تحدث به الأخ. مظبوط، المواطن العادي بالمحصلة بده الجانب الاقتصادي، لكن الجانب الاقتصادي لا يمكن أن يتحصل إلا من خلال رقابة، والرقابة لا تتحصل إلا من خلال برلمان فاعل، والبرلمان الفاعل لا يمكن أن يكون برلمان فاعل إلا أن ينتخب على أساس كتل وبرامج، والكتل والبرامج لا يمكن أن تكون إلا من خلال قوى سياسية فاعلة. حلو. بالتالي المسألة متدرجة. أنا اليوم إذا استمرينا بتشكيل الانتخابات البرلمانية كما كان سابقا وتشكيل الحكومات كما كانت سابقا، هل نعتقد أنه المشكلة الاقتصادية راح ينحل؟ طيب وعمال المديونية بتزيد، والفقر يزيد، والبطالة بتزيد، والشعب وكل يزيد شيء، والشعب والاحتقان يزيد. منسوب الاحتقان هذا يشكل حالة من الحالات اللي إحنا مفروض نقرأها صحيح. موضوع منسوب الاحتقان عماله يرتفع، لأن الناس عمالة تفقد شيئا فشيئا ذا الثقة بكل شيء. والخطورة إذا فقد الناس، مجموع الناس الثقة بمؤسسات الدولة بصورة مطلقة، هذا يعني فوضى، وهذا يعني أن لا تستطيع أن يكون هناك موجه لحركة الشارع، وهذا كنا نحذر منه زمان. اليوم إن لم تجد المخرجات اللجنة طريقة للتنفيذ بآليات وأدوات مناسبة وشفافية واضحة وعدم تدخل واضح، أرجع أقول عدم تدخل واضح، للوصول إلى برلمان يمثل إرادة الناس، أنا بعتقد أنه الوضع سيكون صعب جدا. لأنه الفقير واللي ما بيلاقي شغل كل القيم تتلاشى أمام حاجته الاقتصادية. صحيح. ولن يكون هناك ضابط لحركة وإيقاع الشارع. أنا بديش أبالغ الآن، بس الحقيقة مرينا بتجارب، عندما لا يكون هناك ضابط وواحد يضبط حركة وإيقاع الشارع، وهي لا تأتي إلا من خلال مؤسسات مجتمع مدني، الأحزاب والنقابات. لكن للأسف أنه دورها تهشم أحيانا بفعل فاعل وأحيانا بحكم الواقع اللي هو أصبح ضاغط حتى على القوى السياسية والقوى النقابية. لا يمكن أن نكون اليوم نضبط حركة الشارع بالمستقبل وهذه حالة الاحتقان المرتفعة والمتزايدة إلا من خلال مؤسسات منتخب انتخاب حر ديمقراطي تمثل إرادة ناخبيها، بحيث هي التي تستطيع نقول وين نمشي بخط أولا يشكل حالة من حالات الرافعة السياسية والرافعة البرلمانية والرافعة العمل الاقتصادي بالأردن. وبالمحصلة أنا بدي أشعر المواطن أنك شريك اليوم بأي قرار يتخذ ولو كان صعب. يا أخي بالتسعة وثمانين تم اتخاذ قرارات صعبة، واحدة من القرارات الصعبة أن الأردن ينحاز إلى الإرادة الشعبية في موضوع العدوان الثلاثيني على العراق، وتحمل تبعاته من خلال أن الشعب كان شريك وشعر أنه شريك باتخاذ القرار. مظبوط؟ صحيح. استطاع أن يتحمل أصعب الظروف، واستطاع أن يتحمل تداعيات انخفاض سعر الصرف الدينار، واستطاع أن يتحمل يعني قرارات تداعيات قرار فك الارتباط. مظبوط، هي قرارات صعبة لكن استطاع أن يتحملها. بس القائمة الحزبية 41 والمرة الجاية 50 واللي بعديها 65، صح؟ مظبوط. هسا أنت بتقول عن تدخلات، إذا كان هناك تدخلات ممكن في تدخلات بالانتخابات القادمة الحزبية، يعني 41 أعتقد ما راح يأثروا إيجابا على أي قرار تحت القبة، بمعنى أنه النص زاد واحد يتخذ أي قرار، صح؟ 41 ما راح يسوي شيء. شوف أنا قلت الأصل أن لا يكون هناك تدخلات لضمان نجاح العملية الديمقراطية.
نعم. أنا يعني مش بقدرش أقول راح يصير تدخلات ماشي. لكن أقول لضمان النجاح يجب أن لا يكون هناك دخل، يكون حياة كاملة. أنا بقول لك لكن الحد الأعلى للقائمة 41. لا ما هو يجوز للقوى السياسية أن تترشح على القوائم المحلية. ماشي بس بالقانون 41 يعني بس ما راح يكون في تفاعل باللي تفضلت فيه أكثر. لا. إلا بده يروح ينتخب ابن عمه وقرابته. إلا أما الحزبي أنا بدي أحط 41 أو القانون بيقول لك 41 هذه القائمة المغلقة. القائمة المغلقة. بس القائمة المفتوحة مستوى المحافظات مسموح لأي تيار سياسي يرشح نفسه. ورشح ناس سياسيين. أنا ليست بالضرورة أن تكون 41. هل هناك قرارات راح يتخذوها راح يوقفوا أمام الحكومة بقراراتهم أنت عارف وأنا عارف. أنا بدي أنا لما أقول والله حزب الاتحاد الوطني أكون نايم وأنا مرتاح أنه راح يدافع عني، راح يتخذ القرار الصح، راح يصوت على القرار الصح ويرفض القرار الغلط ويحاسب الحكومة. كلما كان سبسام كلما كان هناك حضور للقوى السياسية الناضجة التي تقدم رؤية وبرنامج، كلما كان هناك تصويب وترشيد للقرار السلطة التنفيذية. فكلما ارتفع العدد أصبحت سلطة تنفيذية تمارس دورها، وسلطة داخل المعارضة داخل البرلمان سلطة معارضة تشكل حكومة أخرى تقدم رؤيتها وتحاسب وتراقب ملزمة وتتابع. ملزمة الحكومة بتنفيذ القرار للرؤى عندما يكون هناك أغلبية ستكون ملزمة. إذا أنت لم تمتثل إرادة مجلس النواب اللي هو يمثل إرادة الشعب، الحكومة تستطيع أن البرلمان يستطيع أن يقوم بحجب الثقة عن الحكومة ويسقط الحكومة. أنا بدي أتصور الحالة السياسية المثلى، لكن هذه ما تنصلها بجوز بدورتين بثلاث إذا مشينا بخط منتظم ومتتالي بدنا على الأقل 10 سنوات وما يكون في ردة يا سيدي. فلنبدأ بحياة. بس أنا عندي قناعة إذا كان من أصل 138 مقعد بالمرحلة الأولى كان عندي 60 واحد يمثل تيارات سياسية، أنا عندي قناعة أن الحكومة ستحسب 1000 حساب عندما تتخذ قرار سواء كان اقتصادي أو سياسي، ولن تستطيع أن تتجاوز مجلس النواب والتشاور معه، ولن تستطيع أن تقفز عن دور مجلس النواب. فما بالك إذا وصلنا لمرحلة السبعين وخمس سبعين وثمانين نائب يشكل تيارات سياسية معينة، مجموعة منهم تستطيع أن تحظى بالأغلبية وتشكل حكومة، والمجموعة الأخرى ستبقى على مقاعد المعارضة. والحياة متغيرة لأن التحالفات تحالفات مصالح، والعمل السياسي عمل مصالح، وعمل سياسي كله مصالح، والالتقاء مصالح. بالتالي حتى شكل التيارات السياسية والكتل داخل التيارات السياسية داخل مجلس النواب ستكون متغيرة وفق مبدأ المصالح. أنا بدي أمشي خطوة ولا ما أمشي خطوة، أتحالف مع الكتلة الفلانية ولا الكتلة الفلانية. بعتقد كل ما كان أعداد أكبر من الذي يملك رؤية سياسية وبرامج سياسية سيكون أداء الحكومة أكثر يعني ترشيدا. القانون الانتخاب الحالي هو متطور نسبيا غير بالطموح بالمقارنة مع القوانين السابقة. مظبوط، ولذلك هذه حالة توافق. أنا قلت أنه أنا متفائل، أسا متفائل بعد ما أشوف المرحلة الأولى تمشي كما تحدثت عنها شوي ما. أكون بصير نسبة التفاؤل بزيد عندي. لكن المرحلة الثانية للبعض معارض للقانون وسياسي. الأمر الطبيعي، الأمر ما في شيء يحظى بإجماع الناس. حتى داخل اللجنة كان هناك اجتهادات، لكن قلت لك محصلة توافق. واليوم هذا المشروع هذا القانون لن يعني يحظى بإجماع يعني الناس، يلبي احتياجات كل مواطن عادي. أنا بعتقد أنه يحدد الحدود، يمثل يلبي الحدود المعقولة إلى طموحي أنا كسياسي، مش الطموح اللي بدي إياه، لكن يمثل الحدود المعقولة. والناس اليوم السياسية اللي مش سياسية، شوف اليوم أنا بدي أقول يجب أن ننخرط جميعا، ليست بالضرورة بالأحزاب. الحزب بكل العالم عدد منتسبين وأعداد محدودة ترى، لكن التيار الفكرة الذي يتبنوا الفكرة والتيار هي التي ترفع ويكون لها حضور وقت الانتخابات. بالتالي أنا اليوم أقول أنه حتى لا نتشائم، أنا مش متفائل تفاؤل مطلق، لكن أقول المرحلة الأولى رح تزيد نسبة التفاؤل عندي. ما هو البديل إلا أن نصر على تنفيذ هذه المخرجات التي أعتقد أنها تلبي الحدود المعقولة لي. وفي بعض الناس يقول لك لا لا تمثل حدود الدنيا، وفي ناس يقول لك الحدود الدنيا، وفي ناس مفرط بالتفاؤل أن هذه الصورة الأمثل للحياة السياسية الموجودة والبرلمانية بالمستقبل، وهذا سيبقى هذا التدافع إلا بعد إحنا ما نمشي خطوة أولى والخطوة الثانية بانتظار الخطوة الأولى والثانية. لكن المطلوب أحزاب أردنية قوية.
تحظى بثقة الشعب أولا طبعًا. وتكون انتماءها وطنية, وأكيد راح يكون انتماءها وطني, أكيد ما راح يغردوا خارج السرب. بعض الأحزاب ذات امتدادات خارجية, لماذا ترد؟ شوف هذه الفزاعة زمان المواطن كان يصدقها شوي, ويمكن أن تكون هاي بالخمسينات والستينات, ممكن ما يكون امتداد بحظة, أقولك بالخمسينات والستينات موجود. لكن للأسف أن الدولة هي رقيبة وعارفة كل التفاصيل, تعرفك شو تأكل وشو تشرب ومع مين تلتقي ومع مين تقعد, خصوصا مع الأيام مع وسائل التواصل, فهي تستطيع أن تحدد مسارات كل القوى السياسية, لأنه الضامن الأجهزة الدولة المختلفة وهي الضامن الحقيقي في هذا الموضوع, عدم اختراق الساحة السياسية الداخلية. لكن يجب أن يكون نظر اليوم أن الأحزاب كلها أحزاب وطنية اليوم, ما في, ما عاد اللي كانوا يعتمدوا على الدول الأخرى, ما عادت الدول موجودة وما عاد بعضها عنده إمكانيات, فككت وانتهت. اليوم كل القوى السياسية يجب أن ننظر لها من منظور أنها أحزاب وطنية محترمة, بنفس الوقت هي معنية اليوم أن تجدد خطابها, ومعنية اليوم أن تقدم خطاب جديد للشارع الأردني. إحنا زي ما قلنا قبل شوي, الثقة شوية مهشمة بين الناس وبين مؤسسات الدولة, لكن ما هي مهشمة بينها وبين كمان القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني. اليوم حتى القوى السياسية لها حقوق وعليها واجبات, يجب أن تقدم رؤية وتقدم برنامج وتعيد من جديد إنتاج خطاب يلبي حاجة الناس ومصالح الناس. بعيدا أرجع أقول أنا زي ما بدي أحكي عن السلطة التنفيذية ومؤسساتها, أنا معي كمان أحكي عن المؤسسة الحزبية, بعيدا عن حالة المظلومية التي تعيشها بعض القوى السياسية, ما بصير اليوم أنا نمشي عندك مشاكل, يجب أن تكون صريح وواضح, واحد اثنين ثلاثة أربعة. الدمج هو دمج اختياري, هو دمج اختياري الدمج. يعني فكرة الأحزاب واللي هو مطلب تعسفي مثلا, اليوم نحكي عن 55 حزب مرخص, معقول يعني هذا الكم الهائل على عدد سكان 11 مليون؟ يعني الأحزاب اليوم معنية أن تعيد هيكلتها والاندماج ولا الائتلاف؟ لا شوف هذه بصفي قناعات الأحزاب, ما في دمج إجباري أكيد, لكن بدك تتكيف مع القانون. أنا بدي ألف, في فرصة اليوم تعيد توزيعك داخل المحافظات, تنتشر, تتواصل مع الناس, ضم إليك شرائح من الشباب والمرأة والناس بحيث تصل العدد المحدود المعروف بالقانون, فهذه هذه مسؤوليتك كحزب. لكن موضوع الاندماج هو قضية اختيارية, أنا بدي أكون حزب كبير وقوي قادر اليوم أن أشكل حالة وفارق جديد في مجلس النواب, ولا بدي أظل على هامش الحياة السياسية؟ أنا بعتقد المصلحة تقتضي أن يكون هناك اندماج طوعي بين القوى السياسية المتشابهة بالرؤية السياسية والبرامج. نعم. في الآن أحزاب في بينهم حوارات بالوسط وباليمين ووسط ويسار اليمين ويسار, في الآن في حوارات داخل الأحزاب, لأنه حتى أكون فاعل لابد أن يكون حالة اندماج بين القوى السياسية المتقاربة والمتقاطعة فكرياً, حتى يكون له قدرة بعد شوي ينجح له 20-30-40 نائب, يكون ورقة قوية, يملك ورقة بالتفاوض في موضوع تشكيل حكومة, أو يكون ورقة مهمة في دور الرقابي داخل مجلس النواب. إذا حصدت الأحزاب نسبة عالية في مجلس النواب في قرارات يعني يتبعها قرارات, هل هناك ألو في هناك قرارات مفصلية؟ أرجع أقول وهذا مهم جدا, أرجع أقول أنا ما بدي الشكل الخارجي أنه هذا برلمان أحزاب, لكن القرارات من تحت الطاولة. أرجع أقول أنه إذا وصلنا لمرحلة اللي حكينا فيها قبل شوي بداية الحلقة, قانون يلبي التوافق العام للناس, لا, وعدم التدخل من مؤسسات الدولة المختلفة بالعملية الانتخابية, لا ترغيبا ولا ترهيبا ولا صناعة ولا صناعة رموز, وحيانا قاعدين نصنع رموز, نعم, ونصنع قوة, وبعيدا عن صناعة رموز بحيادية كاملة بصف صاحب القرار اليوم الذي يوصل إلى مجلس النواب أعضاؤهم الشعب, وبعتقد الذي يمثل إرادة الناس الحرة, أنا بعتقد سيبقى قراره حر يمارس قناعته أينما تكون مصلحة الدولة, أنا بعتقد سينحاز له مصلحة الدولة. نعم. أنت سياسي وحزبي ونقابي, أيهما أقوى برأيك؟ أنا كنت حزبي, واحد ما قلت حزبي ونقابي وسياسي, لكن أيهما أقوى؟ أنا أجد نفسي القرار. أنا أجد نفسي أن النقيب
يملك قراره بإرادة مطلقة. مؤثر على الشعب، مؤثر على السلطة التنفيذية. وأنا بعتقد أنه كان دور الأحزاب تاريخ النقابات تاريخيا من تأسيسها في مطلع منتصف في القرن الماضي إلى وقت قريب كانت مؤثر وتشكل حالة من حالات الروافع السياسية. كيف؟ ما في حكومة إلا حكومات محدودة لم تتشاور مع النقابات، ما في حكومة إلا تم تقديم برنامج. الضامن الذي كان موضوعي حتى بالربيع العربي كانت النقابات وقيادة النقابات للشارع، حتى الإضراب الأخير احتجاجا على قوانين اقتصادية كانت النقابات، لأن النقيب هل عندما النقابات مقتنعة بالحراك الشارع؟ هي من يعني هي من أنا بحكي 2018 الذي دعا الإضراب كانت النقابات، معروف سيدي، واللي قادت العمل السياسي خلال نصف قرية النقابات. لسبب أوش النقابات لا تملك برنامج سياسي بدها تشكل حكومة، بالتالي رأيها السياسي ورأيها الوطني متواضع موضوعي يدفع باتجاه أينما تكون مصلحة الناس، مصلحة الدولة واستقرارها وحقوق المواطن، الحرياته، لقمة عيشه. كانت النقابات حاضرة دائما ومؤثرة في المشهد. وهي واحدة كان من القضايا التي تم المؤاخذة عن النقابات للأسف من القوى السياسية، أن النقابات أخذت دور السياسي للأحزاب. هذه يؤشر أخذت عنوة، يعني أخذت هذا الاتجاه ولا بالقانون؟ لا، نظرية الإحلال قائمة بالدنيا كلها. النقابات تنتخب انتخاب حر من هيئات العامة، حلو، بالتالي تمثل إرادة، والنقيب عندما يترشح للانتخابات بس النقابة يعني ما تمثلني أنا كمواطن، مش يعني ما أكون منتمي لنقابة المهندسين مثلا. بس النقابات سيدي اليوم نصف مليون مواطن مع أهاليهم، اضربهم بثلاثة أربعة بعرفش، بس أقول عندما يترشح مجلس نقابة أو نقيب كان يترشح على برنامجين مهني نقابي واحد وبرنامج وطني. وما بقدرش أفصل اليوم بين الهم الذي تعيشه الدولة الأردنية وما بين أقول أنا والله مهندس زراعي بدي أنظم المهنة، بدي أنظم المهنة وبدي أحسن واقع الاقتصادي لزملائي وبدي أمارس كل هذا الدور بالقانون. مش هذا عمل النقابة سيدي؟ أنا حابب هذا دورها، دورها الرئيسي، دورها الرئيسي تنظيم عمل النقابة أي كان دورها اسمها، هذا دورها. لكن التفرع لموضوع السياسة وال هذا دور وطني. أنا بدي أضرب لك أخي بسام، أنا بدي أقول اليوم بالنقابات وقلنا دورنا المهني بشكل حوالي 95% إذا ما كان أكثر، تنظيم المهنة والصناديق ودعمها والتدريب والتأهيل والبحث عن فرص عمل، كله هذا دورها بشكل أكثر من 95% من دورها. لكن بدي أقول لك سؤال، بأزمة صفقة القرن ومحاولات القفز عن الدولة الأردنية والدور الأردني ومحاولات ضرب هوية الدولة، أنا أقول والله أنا نقيب المهندسين الزراعيين ما إلى علاقة، ولا هذه الدولة عندما يتهددها خطر فهو يتهدد مجموع الدولة، مزبوط؟ لا. يوم أتحدث عن قانون ضريبة طيب هم أعضاء النقابات هم مواطنين، يوم أتحدث عن موضوع المياه صحيح يعني بعض الناس ينظر إنه ملف سياسي، بس أنا أنظر له ملف مهني بامتياز وفني، بالتالي أقول النقابات هي كانت ضامن. بالربيع العربي أكثر شيء، أكثر مؤسسة تم الالتقاء بها من رأس الدولة، وأنا كنت أتشرف أنه أنا كنت رئيس مجلس النقباء، كانت النقابات المهنية بالربيع العربي. ولكن النقابات لا تستطيع أن تنكفئ على دورها فقط المهني والنقابي وتقول أنا ما إلي علاقة بهم الدولة العام ولا بمصالح الناس ولا بحرياتهم ولا بلقمة عيشهم ولا بالقوانين التي تقيد حركتهم وحريتهم. أنا عندي قناعة دائما أقولها، أن المواطن الحر، النقابي الحر، السياسي الحر، الحزب الحر، هو الذي يستطيع أن يبني دولته ويدافع عنها ويحمي نظام السياسي. يحمي النظام السياسي ويدافع عنها كيف؟ ويدافع، لأنه عندنا يوم تحدث عن صفقة القرن وكان بعدها مباشرة في ذلك الوقت كان في عندنا لقاء أيضا مع جلالة الملك وفي لقاءات مع الحكومات، احنا قلنا اليوم النقابة حتى بأزمة كورونا عندما نقول اليوم النقابات، أي احنا جنود في ساحة وخندق الجيش والأجهزة الأمنية عندما يتعرض الوطن إلى خطر. يوم قلنا عن صفقة القرن احنا جاهزين وقلنا جميعنا بأمر صانع القرار وصاحب القرار. احنا اليوم تنتفي صورة شكلنا النقابي إلى شكل أنني مواطن معني بدولتي، شكلها ووجودها ومنعتها وهويتها ونظامها السياسي. سيكون دور الأحزاب يعني بهذه الطريقة فيما بعد؟ أنا أعتقد عندما يشعر الناس أنهم على سوية واحدة وما في زي ما نحكي احنا قيس ويمن زيد وعبيد وزيد وعبيد وخيار وفقوس، أنا أعتقد الجميع
الجميع سيكون يحمل هذه الرؤية ويدافع عنها. ستحول مباشرة عن الدعم الحكومي للأحزاب، يعني يقال في هندسة وتصنيع أحزاب حكومية تأخذ الناس ما يأخذ، هل هذا صحيح؟ لا، مو في موضوع الدعم المادي سيحكم النظام، النظام الجديد بالقانون الجديد سيحكم النظام، أول سيحكم النظام موجود، كل حزب يأخذ مبلغ معين وفق معايير معينة، بدناش نناقش، مش ثابتة يعني، بدناش نناقش. اليوم في تغيير لأنه انتقلت الأحزاب من إلى من الوزارة التنمية السياسية إلى الهيئة المستقلة. دعم الأحزاب بداية المرحلة لا تملك موارد مالية، وأنا بعتقد أنها من الضرورة مكان، لكن يجب أن تكون معايير عادلة بحيث تحفز على موضوع الاندماج الاختياري، واحدة من المؤشرات حضورها في مجلس النواب، واحدة من المؤشرات تقديمها رؤية أخرى اقتصادية سياسية لما يعاني الدولة وتكون رديف يعني إلى المؤسسات السلطة التنفيذية. يجب أن توضع بعض المعايير التي تشكل حالة من حالات المساواة، ويصير التسابق بين القوى السياسية للحصول على أعلى قيمة ممكنة من الدعم، تنافس إيجابي. لكن الجانب المعنوي والجانب الآخر الصناعة، أنا قلت أتمنى أنه تنتهي مرحلة صناعة الأشخاص والقيادات. فرص الشباب والمرأة تضاعفت بالقانون الجديد، مظبوط، كيف ترى ذلك؟ الشباب هم المستقبل، واليوم احنا معنيين ان يكون المستقبل هو الحاضر. نعم، هسه في ناس بيقول طيب يا اخي مو في رؤساء حكومات ببرا بعد ما جذرت الحياه السياسيه والحياه الديمقراطيه اعمارهم بالثلاثينات، رؤساء حكومات وشكل حكومات، مظبوط، ووزراء ومسؤولين. اليوم كنا بدل الثلاثين صاروا 25 20. في موضوع 20%. اثنين نسب، لكن يجب انه ما بحكي فقط اقف عند النصوص. إذا نحكي عن 20% داخل الأحزاب، كان في تعديل دستوري آخر يجرم من يعني واحد يضيق على العمل السياسي والعمل الحزبي داخل الجامعات. هذا بدنا نترجمه، كيف بدنا نترجمه؟ صحيح، من خلال تشريعه، من خلال ممارسات داخل رغم تطمينات اللجنة الملكية وتطمينات جلالة الملك يعني سيد البلاد ورأس النظام بموضوع الأحزاب ودعم الأحزاب بكل تفاصيلها، إلا أنه الخوف اليوم والهلع والمساءلة وأنه أنا خايف وأنه بكرة ما أتعين، بكرة ما أتوظف، بكرة يطروني، بعدم الانتساب للأحزاب. أولى اليوم مع كل هذه التطمينات والمادة الرابعة من قانون الأحزاب يعني تؤكد ذلك. احنا قلنا انه ما كان يجب ان ينتهي، يجب ان ينتهي، هقول لك باليوم، ما كان قبل دقيقة، ما كان يجب ان ينتهي، يجب ان ينتهي. اما اذا بده يبقى نفس السياسة، الناس ما بتحب اولادها خلال الفترات الماضية ينتسبوا للأحزاب، لكن يوم في تجريم لمن يضيق على اي واحد ينتسب للأحزاب بالنصوص. من يتعهد بذلك؟ الأصل أنا الدولة، وأنا قلت إنه إحنا بدنا إرادة سياسية ضامنة، وأنا أصرت على موضوع الضامنة، والضامنة بعتقد اليوم إنه معنيين أن الناس تطمئن لمن ينتسب الأحزاب بغض النظر ما هي هذه الأحزاب، يجب أن يطمئن إنه حياته مصانة وحريته مصانة وعيشه مصان وكرامته مصانة وعدم التضييق عليه مصان. هذا ما نرجع لموضوع الثقة مهندس، نرجع لموضوع الثقة. وإحنا إذا ما بدي أثق بشخص معين أو أثق بنظام معين أو بحكومة معينة أقول ما بضحكوا علي، أنا بكرة أسجل وتصير تقوم القيامة. أنا ما زلت أقول أنا ما دافع ولا بحكي عن حياة وردية، لكن ما أتمنى اليوم إنه هذه المخرجات تجد طريقة للتنفيذ، لأنه إحنا للأسف شوف، وهذا معظم مداولات أعضاء اللجنة، وأنا بعتقد حتى الرأي العام، الناس إن لم تجد مخرجات هذه اللجنة والتي ضمن مخرجات جلالة الملك لم تجد طريقة للتنفيذ تشريعا وممارسة. أنا بعتقد إنه نسبة الاحتقان راح تتضاعف، وبعدين لا أحد راح يثق بشيء ولا بكل مؤسسات الدولة، وسيدفع الجميع الثمن. إحنا اليوم في عندنا فرصة تاريخية، الفرصة التاريخية أنه ننتقل خطوة إيجابية للأمام، نطبق، ما نتدخل، نشتغل، نحفز حتى نصل لحالة نستطيع أن نقول أن الأردن يجب أن يكون حاضر على مستوى خارطة العالم. والله أنا لا يروق لي يقول الخدمات الصحية تراجعت، ولا الخدمات التعليمية تراجعت، هذا موجود، ولا الواقع الاقتصادي تراجع، والسياحة، بس يعني خلينا كلنا نتفائل، يجب أن نتفائل، ما عندك بديل. يجوز أن يتفاؤل حذر، وقلت لك يضاعف على مراحل، لكن ما عندنا بديل إلا أنه نشتغل بهذه الصورة، ما في عندنا بديل.
والبديل، لكن يجب أن تدرك كل مؤسسات الدولة أننا أمام فرصة يجب أن لا تضيع. بهذا الخصوص تحديدا، أنت حزبي، يعني هل العلاقة في علاقة بين الحكومة والأحزاب؟ يعني في تواصل، في تعاون؟ أنا بعرف وصرت سأل السؤال هذا على مدار كل الحلقات، أنه أنا مش شايف كبسام لما جلالة الملك أمر باللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، كل وسائل الإعلام صارت ترند بالأردن والأسماء ومباركات، ولما طلعت المخرجات كمان اجتماعات مقابلة جلالة الملك، لكن بعد ما أخذت الجانب القانوني بمجلس الأمة بشقيه النواب والعيان وصدور الإرادة الملكية السامية وبالجريدة الرسمية ب 15/5 نامت السلافة، بطل في حكي عن الأحزاب إلا الأحزاب نفسها اللي بتحكي، بمعنى أنه وسائل الإعلام المختلفة الرسمية ما جابت سيرة للأحزاب ولا حثت على المشاركة بالأحزاب، ولا يجوز إحنا المحطة الوحيدة اللي عملنا هذا البرنامج يتخصص بالأحزاب الأردنية. هل الحكومة قاصدة ذلك ولا لا؟ ولا لازم مش لازم يكون في ترويج للأحزاب؟ عمي إحنا حكومة ولازم تروح على الأحزاب، إحنا نضمن أنه الشاب الطالب الجامعة يسجل عليك والله ومن الله، بمعنى مش هذا يفترض هيك ما دام في اهتمام ملكي؟ مظبوط. ولذلك شوف، لأن احنا مش في مدينة فاضلة بالأردن، أقل الشيء في قوى وفي مؤسسات وفي شخصية وفي قوى إعلامية واقتصادية وسياسية لا يروق لها أن يمشي ويسير قطار الإصلاح بصورة إيجابية، بس هي إرادة ملكية، لأنها منتفعة، حتى لو لأنها منتفعة ومستفيدة، كيف بدها تطلع هالعقبات وهالمطبات أمام هذا القطار؟ طيب شو مصلحتهم؟ هذا موجود لهم مصالح، في ناس متنفع، في أنا وياك والمواطن اللي قبل شوي بالشارع بيطالب بالعدالة شيك، ويطالب بتكافؤ الفرص، وبيطالب بوضع اقتصادي أفضل، وبيطالب بإدارة موارد الدولة بصورة أكفى، وبيطالب بموضوع الفساد والوقوف عليه، لا يجوز نقول نظلوا عنا مشيك، وبيطالب يا عمي حتى أشعر أن حقوقي مصانة وأن واجباتي أنا معروفة. هذه نطالبة كلنا اليوم، إذا قلنا تكافؤ فرص من خلال الممارسات اللي تمارسها كل معظم المؤسسات، في تكافؤ فرص، في عدالة بالصورة اللي احنا بدنا إياها؟ لا طبعا ما في عندنا عدالة، غير ديوان الخدمة المدنية بقول لك والله على الدور وشوف الدور وجيب الدور، حتى ديوان الخدمة أنا بقول لك ما في، والآن في مشكلة. إذا يوم نحكي الآن هذه القوى لا يروق لها أن تكون هناك إصلاح سياسي حقيقي، هاي حياة مفصلية، هاي حياة مفصلية واهتمام جلالة الملك، جلالة الملك رأس الدولة يقول أنا بدي حياة جديدة، يفترض على السلطة التنفيذية أن تلبي رغبات جلالة الملك وتوجيه جلالة الملك. أنا أتمنى أن نصل إلى هذه الحالة، أتمنى ذلك، أنا دائما قلت لك بدنا هيك لكن شرط أن يكون هيك. أتمنى أنه رؤية جلالة الملك وتوجيهاته اللي إحنا نسمعها تقريبا تترجم. كلهم أن تترجم من جميع مؤسسات الدولة بالضبط، وعمل الإعلامية سيدي كله، كل مؤسسات الدولة، المؤسسات والحكومات وحتى البرلمان، بدنا اليوم ترجمة، لأنه قلنا إحنا أمام مفصل حقيقي، أمام منعطف سياسي خطير، إن لم نلتقط هذه الفرصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة والسياسية اللي موجودة بالمنطقة، أنا بعتقد أنه أمام فرصة يجب أن لا نضيعها جميعا، وإلا سيدفع الجميع الثمن. هذه الفرصة إذا فشلت بكل هذا الاهتمام، ما بعد ذلك؟ ما بعد ذلك أنا بعتقد منسوب الاحتقان سيرتفع، والثقة أنا أقول الآن في شو في هشاشة بالثقة، لا أنا أقول لك راح تكون في مشكلة، وأنا أقول ضبط حركة وإيقاع الشارع سيكون من الصعوبة مكان، لأنه أنت وأنا وفلان وعلان لا يمكن يستطيعوا بعد شوي أن يخاطبوا جيل لا يجد فرصة عمل ولا يجد طريق واضح أمامه ولا يجد ضوء في منتهى النفق، بالتالي سيكون أنا بعتقد أن الثمن كبير، وعلينا أن ندرك خطورة تجاوز هذه المخرجات وأن لا نضيع هذه الفرصة السانحة اليوم أمامنا. حديث شيق ومعلومات رائعة، المهندس عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين الأسبق، كل التوفيق نتمنى لك بكل، يعني اذا سواء كنت حزبي ولا نقابي ولا سياسي اينما كنت، حياك الله، شرفنا اليوم في استوديو احزاب اردنيه. شكرا لك، شكرا لك. اذا انتهت حلقه اليوم من احزاب اردنيه، القاكم بعون الله تعالى في حلقه قادمه، الى ذلك الحين هذه تحيه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.